بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع طيب المبارك. وكما تعرفون هذا اللقاء إن شاء الله سوف يكون اللقاء السابع، الدرس السابع في سلسلة التاريخ الإسلامي، أو تحديدا هو الدرس السابع من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية. وإذا تذكرون أيها الإخوة في اللقاء الماضي تكلمنا عن موقعة كربلاء، نهايتها المؤلمة الحزينة، ثم قيام عبيد الله بن زياد بإرسال علي بن الحسين ومن معه من نساء وبنات وقريبات الحسين بن علي رضوان الله عليهما، قام بإرسالهم إلى الشام، واهتم بهم يزيد بن معاوية كثيرا، ثم أرسلهم بعد ذلك إلى المدينة. وتكلمنا أيها الإخوة أيضا عن أحداث مهمة حدثت في تلك الفترة من تاريخ الدولة الأموية. خرج خوارج مثل نجد بن عامر الحنفي، لكن هذه ما كانت يعني من الأمور الخطيرة جدا، لكن أخطر ما في الأمر عندما ثار أهل المدينة المنورة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاصروا بني أمية، ويعني كاد الأمويون أن يهلكوا من عطش ومن الجوع ومن شدة الحصار. وحذر يزيد الكثير من قادته، خشوا من ردة فعل يزيد بن معاوية. ويزيد أيها الأخوة يذكر ما حدث من حصار لعثمان بن عفان رضوان الله عليه لذي النورين، خليفة الشهيد، خليفة الراشد الثالث، يذكر ما حدث له من حصار. هذه كانت تؤثر في نفس يزيد، وخشي بعد أن وصلته كتب الأمويين أن يحدث لهم ما حدث لذي النورين رضوان الله عليه في المدينة عندما اقتحم ثوار منزله وقتلوه وهو يقرأ القرآن من المصحف، ما رعوا له حقا وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة، فما بالكم بالأمويين وهم ما بهم خليفة ولا بهم، ربما يعني معظم من حوصر من بني أمية، ربما بعض الصحابة منهم رضوان الله عليهم ومعظمهم من التابعين، لكنهم يبقون هكذا من آل بيت الخلافة بني أمية. اشتد عليهم الحصار فاستنجدوا بيزيد، وغضب يزيد أيها الأخوة غضبا شديدا، وأرسل لهم كما تعرفون الجيش الكبير، عليه مسلم بن عقبة المري الغطفاني الذي سماه مؤرخ الإسلام بمسرف بن عقبة، فسار على رأس الجيش الكبير الذي قلنا بأنه يقدر ب12,000 مقاتل، وفي رواية ب15,000 مقاتل. وحدثت موقعة الحرة الرهيبة أيها الأخوة، المؤلمة جدا، من يعني أبشع صفحات تاريخ الإسلام. صحيح أنه أوصاه بأن ينذرهم ثلاثا، يحذرهم، لكنهم أبوا إلا القتال. ثم بعد ذلك لما هزموا وطبقا لتعليمات يزيد أباح المدينة لمدة 3 أيام. وربما تذكرون أنكم قلت لكم بأنني لن أفصل بما حدث، استباحة أيها الأخوة، جيش يدخل المدينة يستبيحها، ماذا يحدث؟ كوارث رهيبة، أمور مؤلمة أيها الأخوة. ثم بعد ذلك وبوصية من يزيد أيضا سار هذا الجيش الذي يقوده مسلم بن عقبة المري الغطفاني إلى مكة المكرمة لقتال عبد الله بن الزبير، ولكنه يهلك بالقرب منها
ويتولى القيادة الحصين بن نمير السكوني الكندي، وتدور معارك كبيرة هناك كما تعرفون، تحاصر مكة وتحترق الكعبة المشرفة بسبب هذا الحصار، عندما أرادوا أن يشعلوا نارا يستضيئون بها وطارت شرارة وتعلقت بأستار الكعبة واحترقت الكعبة المشرفة، أمور مؤلمة أيها الأخوة. ثم بعد ذلك يأتي الأمر أو يصلهم الخبر بأن يزيد بن معاوية قد هلك، توفي. وبوفاة يزيد أيها الإخوة نتكلم عن أحداث في هذا اللقاء، عن الأحداث التي أعقبت وفاة يزيد بن معاوية. بعد وفاة يزيد ضربت الأمور كثيرا ففي الدولة الإسلامية، نعم، فكان الحجاز لعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، حجاز كان لعبد الله بن الزبير، ودمشق وما حولها كانت خاضعة للضحاك بن قيس الفهري، إلى أن تستقر الأمور لأحد يتفق عليه المسلمون، تولاها الضحاك إلى أن يتفق المسلمون على رجل يجتمعون عليه. وفي خراسان سيطر سلم بن زياد على الأمور، ولكن أهلها بعد ذلك انقلبوا عليه، طردوه. وفي البصرة اضطربت الأوضاع كثيرا، وفر منها عبيد الله بن زياد فسار إلى الشام، وجرت في البصرة خلافات ونزاعات كثيرة وخطيرة. وهنا نرى أيضا بعد نظر الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومعرفته في أمور السياسة. ولعلكم تذكرون وصيته لابنه يزيد، وكان يزيد غائبا لما حضرت معاوية الوفاة، وقلنا بأنه استدعى الضحاك بن قيس الفهري ومسلم بن عقبة المري، وطلب منهما أن يبلغ يزيد ابنه بوصيته. وكان مما قال معاوية إذا تذكرون رضي الله عنه، قال لهما: وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل، فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك 100,000 سيف. نعم. إذن أريد أن أتكلم بشيء من التفصيل عن الأحداث التي جرت في خراسان وفي البصرة وفي الشام، وذلك حتى ترون الفتنة وما تصنع، وكيف تكون الأحوال والأوضاع إذا أصبح المسلمون وليس عليهم ولي أمر. لقد فصل الإمام الطبري في تاريخه عما جرى من أحداث في الولايات الإسلامية، يعني تفصيلا وافيا حقيقة. كان سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد واليا للأمويين على خراسان، وكان المسلمون في خراسان يحبونه حبا كبيرا، لدرجة أن كثيرا من المواليد سموا على اسمه سلم. وأخفى عنهم في البداية، سلم بن زياد أخفى عنهم ما جرى في الشام من أحداث، ثم لما شاع الأمر أخبرهم بما حدث، فاتفقوا على السمع له والطاعة حتى يتفق المسلمون على ولي أمر يبايعونه. ولكن بعد شهرين انقلبوا عليه فغادرهم، بعد أن جعل عليهم المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أزدي يعني قحطاني. فلما وصل سلم في طريقه إلى سرخس التقى بسليمان ابن مرثد، وهو من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. فلما سأله سليمان عن الأوضاع وعن من عين مكانه في مرو، قال له سليمان: ألم تجد في نزار من توليه؟ ويقصد بذلك: ألم تجد رجلا من قبائل ربيعة، القبائل مضر توليه؟ وربيعة ومضر كما تعرفون هما ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فلما سمع سلم بذلك، وهو مضري حسب يعني إذا كان ينتمي إلى 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 أبي سفيان، سلم ابن زياد ابن أبي سفيان،
فقام سلم وعهد لسليمان على مرو الروذ، وليست مرو عاصمة خراسان، ولكن مرو الروذ المدينة المهمة في خراسان، وأيضا على الفارياب وطالقان وجوزجان. وعهد إلى أوس بن ثعلبة بن زفر على هرات، هرات مدينة مهمة جدا هناك. ثم واصل سلم طريقه إلى نيسابور، فالتقى بعبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت السلمي، وهذا من مشاهير العرب القبليين، وقبيلة سليم من القبائل القيسية المضرية. والقبائل القيسية أيها الأخوة نسبة كما تعرفون إلى قيس بن عيلان بن مضر. فلما سأله عن من ولى على مرو وعرف أنه ولى المهلب ابن أبي صفر الأزدي، قال له: أما وجدت في مضر رجلا تستعمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل والأزد؟ ثم قال له: اكتب لي عهدا على خراسان. فكتب له أيضا عهدا على خراسان. فلما بلغت هذه الأخبار المهلب بن أبي صفرة، استخلف مكانه رجلا من بني تميم، من بني جشم بن سعد بن زيد منات بن تميم. فلما قدم عبد الله بن خازم السلمي إلى مرو عاصمة خراسان، حاول التميمي أن يمنعه من دخولها، ولكن حدثت مناوشة دخل على إثرها عبد الله بن خازم المدينة، وتوفي التميمي من جرح بسبب حجر أصابه في رأسه. من مرو أيها الإخوة تحرك عبد الله بن خازم إلى مرو الروذ لقتال سليمان ابن مرثد، فوقع القتال بين الطرفين، وقتل سليمان بن مرثد، وفر من كان بمرو الروذ من بكر بن وائل إلى هرات. ثم سار عبد الله بن خازم بجيشه إلى الطالقان لقتال عمرو بن مرثد، فالتقى به وهزمه وألحقه بأخيه سليمان. وفر من نجا من جماعته وذهبوا إلى هرات عند أوس بن ثعلبة. وعاد ابن خازم إلى مرو العاصمة، مرو هي العاصمة. ثم بعد ذلك سار ابن خازم بقواته إلى هرات لقتال من بها من بكر بن وائل الذين رأسوا عليهم أوس بن ثعلبة. وتواجه الجيشان النزاريان، قبائل مضر بن نزار في مواجهة بني عمومتهم قبائل ربيعة بن نزار. ولكن رجلا من بني ضبة اسمه هلال، يبدو أنه من كبرائهم، وقبيلة ضب بن أد قبيلة مضرية، ذهب إلى عبد الله بن خازم وقال له: كيف تقاتل أخوتك ولقد قتلت في مرو الروذ منهم الكثير؟ فلو اصطلحت معهم وأرضيتهم؟ قال له ابن خازم: إنهم لا يرضون وإن خرجت لهم من خراسان، ولو استطاعوا أن يخرجوكم من الدنيا لفعل. قال له هلال: والله لا أرمي معك بسهم حتى تعذر إليهم. فقال له: أنت رسول إلي، اذهب واعرض عليهم ما شئت. فلما ذهب هلال الضبي إلى البكريين قالوا له: لا نرضى حتى تخرجوا من خراسان ولا يبقى فيها مضري، أو إن أردتم أن تقيموا فيها تتنازلون لنا عن كل شيء من سلاح وأموال وخيل وذهب وفضة. فلما سمع ما قالوا له قال لهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. عرف حرب شرسة الآن سوف تنشب، وقتل وذبح. ثم عاد من حيث أتى فقال له عبد الله بن خازم: ماذا وجدت؟ فقال له هلال: وجدت أخوتنا قطعا للرحم. فقال له عبد الله بن خازم: قد أخبرتك إن ربيعة لم تزل غضابا على ربها منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من مضر. ويوه أخوة، عصبية قبلية مقيتة، هذا الكلام في القرن الهجري الأول، هذا الكلام في القرن الهجري الأول، يعني بعد يمكن مصيبة. ثم إن القوم أيها الأخوة بقوا هكذا، ربيعة خرجوا من مدينتهم وجعلوها في ظهورهم وخندقوا حولهم في مواجهة المضريين. وفي أثناء انشغال الطرفين فيما بينهما هجم الترك على قصر أو حصن به ناس من الأزد فحاصروهم، فاستنجد الأزديون بجماعة من الأزد ولكن الترك هزموهم، فأرسلوا، انظروا إلى هذه، يستنجدون بخصمهم عبد الله بن خازم.
فأرسل لهم كتيبة من بني تميم عليها زهير ابن حيان فهزموا الترك وفكوا الحصار. ثم إن البكريين خرجوا من خندقهم لقتال عبد الله بن خازم ودار بينهم قتال شديد، ثم دارت الهزيمة على بكر بن وائل وقتل منهم الكثير، وفر أوس بن ثعلبة وبه جراحات شديدة، ووصل إلى سجستان وقيل بل إلى مشارفها، وهناك توفي مما ألم به من جرح. كان أيوب بن حمران مولا لعبيد الله بن زياد، وكان ابن زياد يثق به ثقة كبيرة، وكان يرسله في خلافة معاوية إلى الشام، فكان أيوب بن حمران رسوله إلى معاوية ثم إلى يزيد بعد وفاة معاوية رضي الله عنه. وكان ابن زياد قد أرسل أيوب بن حمران إلى الشام ليأتيه بالأخبار عن يزيد، وبالفعل جاءه بالخبر اليقين بموت يزيد وباضطراب الناس بالشام، فأمر ابن زياد مناديه أن ينادي بالناس الصلاة جامعة، فأقبلت. وكان ذلك في البصرة، وأخبرهم ابن زياد بالأمر وباضطراب الأمور في الشام، وقال لهم في نهاية خطبته في كلام طويل: فاختاروا لأنفسكم رجلا ترتضونه لدينكم وجماعتكم، فأنا أول راض من رضيت، فأنا أول راض من رضيت. فقالوا له: قد سمعنا مقالتك وإنا ما نعلم أحدا أقوى عليها منك، فهل هم نبايعك؟ إذن هذه واحدة، قالوا له: هل هم نبايعك؟ فقال لهم: لا حاجة لي بذلك، ولكن اختاروا من تريدون. فقالوا له مثل مقالتهم الأولى، إذن هذه الثانية، ولكنه أبى. ثم أعادوها عليه للمرة الثالثة فأبى، إذن هذه الرابعة الآن، ولكنهم أصروا على مبايعته. هذه الرابعة أصروا على مبايعته، فلم يكن إلا أن قام وبسط يده إليهم فبايعوه. ثم لما خرجوا من عنده جعلوا يمسحون أكفهم بباب الدار وحيطانه، وقالوا: ظن ابن مرجانة أن نوليه أمرنا في الفرقة. ثم أخذ أمر عبيد الله بن زياد طبعا يضعف، حتى إنه أخذ يبحث عن أحد من زعماء البصرة لكي يجيره ويحميه حتى لا يفتكوا به، واستقر به الأمر عند مسعود بن عمرو الأزدي الملقب بقمر العراق. طبعا سوف تلاحظون في هذا التاريخ من بعض الأحداث دائما سوف أكرر لكم هذه الجملة، وأقول لكم إن تفاصيل كثيرة وأمور يطول شرحها والكلام عنها وروايات مختلفة، ولكنها دائما أيها الأخوة تلتقي مع بعضها، ما نستطيع أن نفصل في كل التفاصيل ولا بكل رواية قيلت، ولكن يعني نأخذ الموجز، ودائما هذه الروايات تلتقي بعد ذلك في نفس المسار والنهاية. ولذلك أقول بعد أن تدهورت الأوضاع في البصرة بايع بنو تميم، وبنو تميم قبيلة كبيرة قوية جدا، وهم كما تعرفون من قبائل مضر، بايعوا لعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي. وعبد الله بن الحارث أمه هند بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنه، وعبد الله يلقب ببه، لما كان طفلا صغيرا كانت أمه ترقصه وتقول له: لأنكحن ببة جارية كالقبة مكرمة محبة تجب أهل الكعبة، كانت ترقص وهو صغير فغلب عليه هذا الاسم ببة. هذا الأمر جعل قبائل ربيعة قبائل الأزد اليمانية يغضبون، فلم يرضوا بذلك، فقالوا: كيف يؤمرون علينا أميرا من دون أن يستشيرنا ونرضى به؟ كيف يؤمر علينا من دون أن يستشيروننا ونرضى بمن اختار؟ وبعد أن أصبح الأمر في البصرة لعبد الله بن الحارث بن نوفل هاشمي، كان مالك بن مسمع بن شهاب الجحدري وهو من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل، وهو سيد ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، كان جالسا في الجامع، فجاء رجل قرشي من ولد عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، هذا وفد قادما من خراسان يريد
عبد الله بن الحارث له معه رسالة من عبد الله بن خازم بن أسماء ابن الصلب السلمي والي مر، وحدث نزاع، انظروا إلى هذه، بين القرشي ومالك بن مسمع، فقام رجل من بكر بن وائل فلطم القرشي العبشمي، فتعالى الصراخ في المسجد، مسجد الجامع، وكانت ربيعة أكثر من مضر في المسجد، فصاح رجل: يا لتميم، الآن المضروب قرشي مضري ومضر أقل. فصاح رجل: يا لتميم، انتخى احتزى ببني تميم، وتميم من مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فسمع صيحته جماعة من بني ضبة، وقبيلة ضبة هم بنو ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وتميم هو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن مضر، وكانوا هؤلاء الضبيون كانوا عند القاضي، ففزعوا نجدة له وأخذوا رماح الحرس وتروسهم، ثم شدوا على الربعيين فهزموه. انظروا العصبية القبلية، قرشي يضرب ويراه رجل ويعتزي بآل تميم، وبني تميم يعني غير موجودين، فيقوم هذا بنو ضبة عند القاضي لهم مشكلة، فلما سمعوا يهاجموا الحرس ويأخذوا رماحهم وتروسهم ويهاجمون الربعيين ويتكاثرون عليه. هذه العصبية القبلية من كلمة تشتعل شرارة. شقيق بن ثور السدوسي، وهو شقيق بن ثور بن عفير بن زهير بن كعب بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، تستطيعون أن تتابعوا أيها الأخوة على جهاز العرض الأسماء هذه، احنا طبعا نوضحها له. وهو هذا شقيق بن ثور من سادات بكر بن وائل، لما سمع ما حدث في الجامع أقبل بجماعته وقال لهم: لا تجدن مضريا إلا قتلتموه. فلما سمع بذلك مالك بن مسمع الجحدري بكري تدارك الأمر، واستطاع بما له من مكانه ومنزله بين قومه أن يكف القوم بعضهم عن بعض، فهدأت الفتنة إلى حين. هذا رجل عاقل يعرف ماذا سوف يحصل، كيف لا تجدن مضريا إلا قتل، بعد ذلك سوف يقتلون الربعيين، وهكذا تشتعل. ثم بعد مدة هدأت، قلنا الفتنة بعد مدة، بعد شهر أو أقل، كان رجل من بني يشكر، وبنو يشكر من بني بكر بن وائل، كان جالسا مع رجل من بني ضبة في الجامع، فدار بينهما حديث عن حادثة لطم البكري للقرشي، فثار الشر بينهم. يعني أنتوا الآن في الجامع اذكروا الله سبحوا، شوف يخوضون في أمور، الخوض في مثل هذه الأمور ما ينتج عنه إلا شر، فإن النار بالعدين تذكى وأن الحرب مبدؤها الكلام، فما لكم مال تذاكر الأمور التي هذه يعني تثير الفتن. قال: فلما ذكروا حادثة لطم البكري القرشي ثار الشر بينهما، وانتهى الأمر بمقتل يشكري في المسجد، في المسجد يقتل الرجل بسبب نقاش قبلي. وكانت هذه الحادثة سببا أيها الأخوة في إشعال فتيل فتنة قبلية عظيمة جدا حدثت بعد ذلك. البكريون ذهبوا إلى الأزد ليجددوا حلفا سابقا بينهم، وسعى عبيد الله بن زياد في إقناع مسعود بن عمرو الأزدي لتجديد الحلف، حلف هذا بالجاهلية تخيلوا، وكان عبيد الله بن زياد لاجئا عنده، واتفقت قبائل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان والقبائل اليمانية على رئاسة مسعود بن عمرو العتكي الأزدي الملقب بقمر العراق، سوف أقول لكم نسبه كاملا، نذكر لكم نسبه كاملا، فهو مسعود بن عمرو ابن الأشرف، تابعوا معنا هنا، ابن البختري ابن ذهل ابن زيد ابن عكب وليس كعب، ابن الحارث ابن العتيك ابن الأسد وليس الأزد، وليس الأسد إنما العتيك ابن الأسد، ابن عمران ابن عمرو ابن عامر ابن ماء السماء ابن حارث ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأزد. انظروا إلى 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 النسب بينه وبين الأزد، والأزد من القبائل اليمانية الكبيرة، كبر أمر البكريين بتحالفهم مع الأزد، وسار مسعود بن عمرو بالأزد إلى حلفائهم البكريين،
وكان على ربيعة بن نزار مالك بن مسمع بن شهاب الجحدري البكري، فلما اجتمعوا توجهوا إلى المربد. ما هو المربد هذا؟ المربد هذا من أحياء بني تميم. ودخل مسعود بن عمرو إلى الجامع وصعد المنبر وأخذ يخطب في الناس، فأخبروا عبد الله بن الحارث بن نوفل أمير البصرة بذلك. لما أخبروا عبد الله بن الحارث بن نوفل أمير البصرة بما حدث لم يسمع شيئا. أما مالك بن مسمع فإنه خرج في رجاله ودخل إلى حي من أحياء بني تميم وأحرق بعض الدور انتقاما لمقتل اليشكري على يد الضبي. أما مسعود بن عمرو فقد جاءه بنو تميم بعد ذلك وقتلوه، وقتلوا معه 12 رجلا من قومه، وقيل بل قتله خوارج كانوا في السجن فاستغلوا هذه الفتنة وفروا من السجن، ويعني أو بالأحرى أخرجوا من السجن في أثناء هذه الفتنة واستولوا على أسلحة الحراس، ثم دخلوا الجامع وقتلوا مسعود 12 رجلا من قومه. هذه التطورات لما بلغت عبيد الله بن زياد، وكان قد جهز رواحله لما بلغه ذلك، فر إلى الشام وكان معه 100 فارس من الأزد تحت إمرته، وضعهم له مسعود بن عمرو كان قد التجى عنده كما قلنا، وقيل كان معهم أيضا بعض الرجال من بكر بن وائل أيضا مع هؤلاء من ضمن 100. ولما وصلت أخبار مقتل مسعود بن عمرو إلى مالك بن مسمع عاد بقواته وتوقف في سكة المربد. في هذه الأثناء أيها الأخوة، أن تقول بني تميم قبيلة كبيرة وعظيمة، كيف يحدث هذا؟ يعني يدخلون حي من أحيائهم ثم يحرقون الدور؟ نعم، لا، ما سكتوا بني تميم. الحروب ما تشتعل هكذا والفتن إلا بعد الرجوع إلى الرؤساء. كانت في تلك الأثناء وفود بني تميم قد جاءت إلى الأحنف بن قيس في بيته. من هو الأحنف أيها الأخوة؟ الأحنف بن قيس، الأحنف لقب له، هو الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم بن مر. لقب بالأحنف لحنف بساقيه، والحنف هو الاعوجاج. والأحنف بن قيس أيها الأخوة أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر للأحنف، وهو الذي تضرب العرب في حلمه الأمثال. أمه امرأة من قبيلة باهلة، وهو سيد بني تميم، سيد بني تميم. انظروا إلى صفاته: أحنف الساقين، قبيح الصورة، وقصير القامة، وأعور العين، ولكنه سيد من سادات العرب وليس بني تميم. لما جاءوه قالوا له: يا أبا بحر، إن ربيعة والأزد قد دخلوا الرحبة. الرحبة من أحياء بني تميم في البصرة. فقال لهم هذا الرجل الحليم الحكيم: لماذا ساد العرب؟ سات العرب بحلمه. انظروا في ظل هذه الفتنة ماذا يقول. القوم والشباب مشتعلين غضب شديد، فقالوا له: إن ربيعة والأزد قد دخلوا الرحبة. فقال لهم: لستم بأحق بالمسجد. دخلوا الرحبة، دخلوا المسجد، قال لهم: لستم بأحق بالمسجد منهم. ثم أتوه فقالوا له: قد دخلوا الدار. فقال: لستم بأحق بالدار منهم. فغضب أحد شبانهم، شباب بهم حماسة وبهم، وهو سلم بن ذؤيب الرياح التميمي، وقال: يا معشر الشبان، إلي فإن هذا لا خير فيه. انظر هذا كيف يتطاول على هذا السيد الكبير، مع ذلك ظل هذا الرجل الحليم على حلمه وهدوئه. يريدونه أن يأذن لهم بالقتال، يريدونه أن يأذن لهم بالقتال، ولكنه يعرف الفتنة إذا هاجت فقد جربها. تطورت الأمور إلى أن جاءته امرأة تميمية بمجمر مبخر، وقالت له: ما لك وللرياسة تجمر، فإنما أنت امرأة. هذه منتهى الإهانة أيها الأخوة، تقال لهذا السيد العربي الكبير. فقال لها: استك أحق بالمجمر. وقيل هذه أكثر كلمة فحش قالها في حياته. انظروا إلى حلمه وإلى